يقول: أنا عامل في إحدى البوادي، أعمل وحدي من الصباح حتى المساء، وفي بعض الأوقات أجد نفسي أغني، وبعض الأوقات تجدني أتمنى أن أفعل كذا وكذا، هل علي إثم في تلك الأحوال؟ عليك أن تكثر من ذكر الله عز وجل والاستغفار وتلاوة القرآن، إذا كنت تستطيع تلاوة القرآن فإن هذا خير لك. وأما الغناء فإنه لا فائدة لك منه، بل قد يكون ضررا عليك ويكسبك إثما، لأنه من اللهو. فبدلا من أن تشتغل بالغناء اشتغل بذكر الله عز وجل، أو بتلاوة القرآن، أو بالتسبيح والتهليل والتكبير. نعم.